الواد اللي جاله سرطان، قعدنا نسأل الدكاترة، قالوا لنا دواء من حاجتين اتنين، يا اما من شبكة اتصالات يا اما من بتاع المايه، شرب المايه دواء. فروحنا للدكتورة، جت لا ما قلنا ما فيش شبكة اتصالات، جت يبقى من المايه. نشدنا الدكاترة ورحنا المحافظة وقدمت بلاغ باسمي انا في المحافظة، محافظة المنيا، ما حدش سأل. رحنا شركة المايه ما حدش سأل. بعد كده شركة المايه جت لنا ركبوا المواسير دي، صرفت لنا مواسير بس على حسابنا. احنا هنا في قرية بسيطة والناس اهالي ومعاش فلوس، صرفت لنا ماشي المواسير وجات لنا تاخدوا المواسير بس، سبحتوا وركبوا البرايز والمواسير والحاجات دي كلها عليكم. المايه فيها تلوث، المايه مسرطنة، المايه فيها تلوث كتير. وشركة المايه قاعدة، الراجل مدير الشركة قاعد على مكتبه ومش حاسس بالدنيا ولا حاسس بنفسه. المنطقة دي ان هي فيها خط سبورت اللي هو المواسير الزهرة، ناس كتيرة جالها مرض منها، بعدين طلبنا ناس كتيرة يعني غير الخط، يعني في بعض أحيان ما بيجيش ما ملوثة، تنزل من المواسير كانتها ما صفرة. ما حدش سألنا هنا وسألنا هنا، وإحنا كتير جالنا المرض دي بسبب المواسير دي. Yeah.